ومع قناة جوهر السويس يا جماعة معلومة في دقيقة. السمكة اللي احنا بنصورها دلوقتي بمواصفات الجودة اللي احنا شايفينها دي سمكة فرخ هامور. كم كيلو دي يا استاذ محمد؟ 7 كيلو. تصلح لكل اصناف الطهي. نعم. فيليه، جزل، شوربه، اليه، كل حاجه. صواني. متوفره طول السنه دي يا استاذ محمد؟ متوفره طول السنه. الحمد لله. الصدغ بتاعها يا جماعه مليان لحم برضه. دي يا جماعه مواصفات سمكه الهامور. زي ما احنا شايفين عشان لما تنزل حلقه السمك وتشوفها تبقى عارف انت بتشتري ايه. ودي يا جماعه كانت معلومه في دقيقه عن سمكه الهامور.